العروسة المفروض هل بتعمل تيست قبل ما يوم فرحها؟ بتحجز امتى؟ ايه الحاجات اللي موضة دلوقتي كلنا؟ بص، اول حاجه انا ما برشحش فكره ان انا اعمل تيست في اليوم بتاع في العروسه عامه. التيست ده يحصل في الصبغه، لكن في الفرح والحاجه دي ممكن. بس اول حاجه انت بتلجئي لحد يكون هو عنده فكره في فكره ازاي ينسق الستايل بتاعي، ينسق مع فستاني، ينسق مع ما انا مثلا هعمل لون ايه، هعمل الحاجات دي. لكن انا اعمل تيست مثلا كشينيو، كهسيب، كهلم، لا ما بحبش الموضوع ده. انا بحب دايما اشوف مثلا انا بحب فستانك، افاجئ. لا بشوفك بالفستان، بشوفك انت عامله الميك اب، لاني دايما انا كمصفف شعر انا ببدا بعد الميك اب، فبشوفك حاجه تانية خالص. يعني غير لما انت بتجيني عشان نعمل تيست مع بعض قبلها، انا مش شايف بشرتك كويس، انا مش شايف الستايل اللي انت داخله لي بيه. فدايما انا بحب ان انا اعمل الفكره دي بعد ما بكون انت خلصت الميك اب وجاهزه عشان انا اشتغل لك. فدايما بفكر في الفكره دي احسن. التيست اعمله في الصبغات، الحاجات دي دايما تعالي قبلها نعمل تيست عشان نعمل صبغه قبل على ايه؟ شعرك. قبلها نعمل بقد ايه؟ يعني بص، انا دايما مثلا الحجز دايما بسبب موضوع الكورونا والالتزام، الحاجات اللي بتحصل في البلد دلوقتي بقى موضوع عشان تيجي تحجزي من وقت طويل ما بقاش مطلوبه. الناس دلوقتي بتبقى حسب الظروف بتاعتها، فبتيجي قبل الفرح بفتره قليله. قبلها بقد ايه؟ مثلا من 15 يوم بنبدا نعمل موضوع التريتمنت على الشعر، نعمل تريتمنت على شعرنا كويس، وبعد كده بنخش على موضوع الصبغه، بنخليها قبل الفرح باربع ايام عشان يكون الصبغه خدت عليها. والصبغه مثلا لو حابه ان انت تغمقي حاجه شويه، حاسه ان اللون مش مناسب معاكي، حابه ان انت تغمقيه ولا حاجه، فبخليها من قبلها باربع ايام. هايل. بس طيب بتحتاج انك تشوف برضو الفستان، فستان العروسه قبل ما تعمل تسريحه. ده بحتاجه يوم الفرح ذات نفسه، ان انا اشوف احنا هنعمل مثلا شكل فستانك ايه، فانا مثلا هسيب هلم. فمن قبلها انا ببقى مجهز، مثلا احنا هنحتاج استنشن لشعرك عشان شعرك خفيف، هنحتاج مثلا نقص شعرك، شعرك طويل، هنحتاج نطول، هنحتاج ده كل ده بيبقى قبلها. يوم الفرح بشوف مثلا فستانه، ببدا اختار اللوك اللي انا هيناسبني. قال الفستان ده فيه اكسسوري كتير من قدام، فما ينفعش اسيب الشعر من قدام، فاضطر اشتغل لورا. قال انا مثلا مش حابب ان انا اسيب لها شعرها كله، فانا هلم شعرها. فده بشوفه مع الفستان اللي هي هتلبسه، طيب وبشوف هي بتحب ايه برضه. انا شايفه في حاطط هير بيسز وتيجان وحاجات كتيرة، خلينا نشوف مع بعض ايه الحاجات اللي حضرتك جايبها، وايه الحاجات اللي موضة دلوقتي، وايه الحاجات اللي بتليق عامة على اي عروسة. وعايزة اقول لكم وافكركم بس ان برضو في الفقرة دي في 10% ديسكاونت لاي حد متصل، واي حد هيقول له انه متابع البرنامج هيبقى له ديسكاونت ان شاء الله. الخصم احنا عاملينه عشانكم، في اي حاجه حد يتصل من طرفكم احنا نبقى عاملين له خصم 10% للعروسه ان شاء الله. اوكي. فكره التيجان، فكره الهيربيز دي انا جايبها، اللي هو انا اول حاجه مثلا بشوف مثلا العروسه بتاعتي، انا اول يعني هنا مثلا ملامحها صغيره وشكلها من هنا اصلا الملامح بتاعت القوره والشكل كله صغير، فما ينفعش مثلا هيربيز زي كده عريض وجاي كده صدفه معايا هيربيز عريض واقوم جاي حاطه هنا، انا خفيت وشها كله. ففي الاحسن ان انا احط هيربيس حاجه تبقى صغيره عليها، او احط لها حاجه تاج صغير. تمام، حسب مقاس ده لو انا مثلا انا اللي بختار وشها. معاه. ودايما احنا بنعمل تيست مع بعض، يعني دايما حتى في الافراح في العرايس تلاقيني يعني جايب كذا حاجه ونختار مع بعض. حلو فدايما قوي، بحب ان انا اعمل تيست زي كده. حلو قوي. انت اللي بتجيب يعني، مش لازم فبجيب هي وابدا اللي اشوف تجيب. مثلا ايه اللي يناسبني وايه اللي ماشي مع اللوك اللي انا عامله. يعني انا هنا انا مش عامل حاجه، انا بس عشان خاطر الوقت البرنامج، فانا بس بوريكي مثلا ايه الفكره اللي تبقى ماشيه معايا. بحط تاج عالي، احط تاج صغير، اشوف ماشي مع الاكسسوري بتاعها، ماشي مع الفستان، فبيبان لي هنا اكتر معايا. انا ممكن اجيب تاج ويطلع في الاخر اول ما اجي احطه على شعري بعد ما اعمل اللوك اصلا ما يناسبنيش. يا نهار ابيض، ده كبير قوي ده. هو ممكن انا كشفت مثلا كبنوته مثلا او عروسه شافته فعجبها، بس تيجي يوم الفرح ذات نفسها لما نيجي نركبه او نيجي نشتغل عليه نلاقيه كبير عليها، نلاقيه شكله مش مناسبها. فالافضل دايما يعني ايه، انا بحب ان انا اجيب التيجان واختار كذا حاجه. يعني انا دايما في شغلي بجيب تيجان كتير واقعد بقى اختار مثلا ايه اللي يناسب العروسه دي. طب نقي لسلمين اكتر حاجه بقى لايقه عليها، وورينا كده اكتر تسريحه ممكن تليق على ستايلها لو فستانها معمول بالشكل اللي هي لابساه من فوق. وانا لو انا هشتغل عليها وهي لابسه فستان، انا هفضل ان انا اسيب لها هو. انا ملاحظه برضو الموضه دلوقتي حكايه ان الشعر يكون مقسوم من النص، صح كده؟ هو دايما الفرق النص اصلا بيخلي ملامح تبان، بتديها اصغر. بيبي فيس اكتر.
بتدي شكل اصغر شويه، وبالذات تظبط كمان مع الناس اللي بتبقى مثلا عندها المكان بتاع الواجهه ده بيبقى مثلا الشعر ضعيف فيها، فده اكتر حاجه تخليه ان هو يبان معاها ان هو يتملى تاني. يعني لو انا عامل فرن من النص زي كده، فهو الحته دي بتبقى مليانه عندي في الجناب، ببدا ان انا اشد الشعر ده على الجناب زي كده، فبيبدا يبان معايا المنطقه دي خلاص اختفت، ما بقتش باينه معايا ان هي الشعر ده خفيف او لا. طيب حلو الفوليوم ولا لا؟ يعني ملاية كوافيرات كتير ممكن يعملوا كرباج بقى ويعلوا الشعر من ورا ومن الجناب، ولا احلى الموضه دلوقتي اللي هو لا كده؟ هو دلوقتي المطلوب يعني الشكل الحلو والشكل الطبيعي اكتر، ان احنا نبان انعم. كل ما بنعم، لو كنا بنعمل تريه مثلا عامل العروسه الفوليوم بتاع الشينيو، والشينيو طالع لفوق والشينيو نازل تحت، هنا في مصطفى الربر عالي معايا او انا مسيف، هتلاقيه كتير. لا، هو دلوقتي كل الشغل هتلاقيه ناعم اكتر، بيميل للنعومه اكتر. حتى الفساتين، يعني ده النهارده تلاقي مثلا البنات كان زمان بتحب الفستان الكتير والديل الطويل 10 متر ورا، لا دلوقتي كله بيحب بيميل للحاجه الناعمه اكتر. سواء في الفستان، سواء في الشعر، سواء في الميك اب. حتى الميك اب النهارده العرايس بتدور على مين اللي هيعملها ميك اب خفيف، مش مين اللي هيعمل لي ميك اب كتير. روز كانت لسه بتقول لنا فعلا اكتر حاجه كله دلوقتي كده بيطلب كده، ان هو النهارده نعم. اعمل حاجه ناعمه. يعني النهارده بقت الموضه هي الناعم اكتر، ان انا باين السهل احلى، ما بينش شغل كتير وشغل لأن زحمه. لان كمان التصوير بقى اكتر موضه دلوقتي بالنهار مش بالليل. هو دايما الناس بتحب التصوير بس عشان موضوع الاضاءه. يعني انا مثلا كمثلا انا كعريس، فانا عايز اصور في الاضاءه. انا كمصور مثلا بلجا ان انا دايما، يعني انا ليا اصحابي كتير مصورين، انا اكتريت اللي بيشتغلوا في الميديا يعني، او اكتريت اللي بيشتغلوا مع العرايس هم كلهم صحابي. هم بيحبوا ان هم يصوروا الصبح. اول حاجه موضوع الصور، مهما انا جبت اضاءه ومهما عملت في مع العروسه، ما بتبقاش حلوه زي اضاءه الشمس. يعني غير لما كنا بصور مثلا في استوديو فانا قادر اجمع الاضاءه والحاجات دي، لكن في الخارج دايما بيحبوا ان هم يكونوا اضاءه طبيعيه احسن. تمام، هخليك تكمل بقى شكل كده اللي هيليق عليها، سواء الهير بيس. هو للاسف انا مش مجهزين ان احنا هنشتغل على تقريبا على بايدك، مش لازم تثبت. يعني اكتر هير بيس ممكن يليق عليها بقى ايه؟ اكتر حاجه تليق عليها انا حسيت برضو هتختار دي فعلا اكتر حاجه، هي انعم واحده وفي نفس الوقت هي نعمه على وشها، وهي اصلا ملامحها برضو نعمه معايا. انا هختار لها سواء بقى انا هسيب سواء انا هلم. شيك قوي فعلا، مش حلو بقى مع حاجه زي كده الواحد يعمل بقى فوليوم بقى وينفش بقى من الاطراف وشعر قد كده لان النهارده العروسه عايزه تخش الفرح، عايزه تفرح مع اصحابها وتهيئ. فالنهارده ان انا عملت شغل كتير قوي، اول حاجه مجرد ما انا مثلا بشيل الطرحه واخش عشان ترقص مع اصحابها وتعمل، تبص تلاقي العروسه شعرها اللودي بتاعها باظ مش عارف ايه. فالنهارده كل ما بتبقى ناعمه بتبقى شكلها اشيك كتير. هل الطرحه برضو اساسي ولا لا دلوقتي بقى العرايس؟ هي الطرحه العروسه بتحبها من غير. هي مش فكره انا اساسي، هي العروسه بتحبها. العرايس تقول لك ايه فستاني بيكمل بالطرحه بتاعتي، بس هي دايما دلوقتي العروسه محل ما بتتصور بتيجي تخش مثلا الزفه بتاعتها وبعد كده خلاص بتشيل الطرحه، خلاص الطرحه اتشالت وبتقضي اليوم كله من غير الطرحه. حلو قوي. حابب تقول اي نصيحه للعرايس اللي بتفكر دلوقتي تعمل ايه، او فاضل لها خلاص اسبوعين على الفرح؟ نهتم بشعرنا شويه، عشان في ناس بتبقى عندها مشكله ان هي فاكره ان انا عشان انا عروسه فانا بهتم بس بالشقه واهتم بالديكورات اللي هتحصل، وبنسى موضوع ان انا اصلا فكره شعري وسايبه خالص لاخر وقت، وابص الاقي شعري باظ. يجي ساعه الفرح ولا اعرف اسبوه ولا اعرف اعمل له اي حاجه، وشعرها ناشفه وشعرها مش طريه معايا، وتلاقي عوامل كتيره، وبالذات احنا كمان في الشتاء، فالشتاء بتربي قشره بسرعه. فنهتم شويه بشعرنا اكتر عشان ساعه الفرح يبقى معانا كويس، وتاني حاجه يقعد علينا بعد الفرح يبقى الشعر حلو معاكي. تمام، اخر سؤال، الكرياتين والحاجات اللي هي بتخلي الشعر ليس اكتر، هل ده حاجه بتنصح بيها ولا العروسه اللي بتفكر تعمل ده تقول لها لا بلاش؟ بص انا ما اقدرش اقول لا بلاش، عشان في ناس بتبقى شعرها ما ينفعش ان هي تبقى بيه طبيعي. يعني في ناس شعرها كيرلي كتير، وهو كمان من كتر البراشن جزء منه كيرلي وجزء منه بقى ليس، فالشعرايه مش قادره ان هي تغسل شعرها وتسيبه طبيعي. فانا بنصحها ان هي لا تروح، بس ما تختار ماده تكون كويسه وما تكونش داخلها فورمالين، وتكون الماده دي يعني على قد ما تقدر تبقى الماده دي خاليه من الفورمالين وزيرو فورمالين عشان ما تتعبش شعرها.